الحدث الأكبر على مستوى العالم من يوم 24 فبراير وحتى هذه اللحظة، 24 فبراير 22 لحد النهاردة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الأوكرانية الروسية، سميها زي ما تسميها. الواقع بيقول إنه روسيا تقف أمام الناتو بكامله، أي دول الاتحاد الأوروبي زائد الولايات المتحدة الأمريكية بلس بلس زي ما بيتقال في بعض الأحوال. طيب، من انتصر ومن هزم؟ إلى متى سوف تستمر هذه الحرب؟ وبعد كده تيجي خطوة، دي كلها أسئلة، تيجي خطوة بتاعت امبارح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قلب الساحة الحمراء، وخد بالك من المكان، من قلب الساحة الحمراء بموسكو، يعلن ضم الأقاليم الأربعة أو ضم أربعة أقاليم من أوكرانيا إلى روسيا، ويعلن أن هناك يعني أوكرانيا جديدة والآن هذه هي روسيا، ويعلن مرة أخرى سننتصر. تأكيده على الانتصار ومن قلب الساحة الحمراء، وهي ساحة التاريخ الروسي الإمبراطوري لو صح التعبير يعني طول الوقت، وضم الأقاليم الأربعة، ومن ناحية تانية أوكرانيا تقول إحنا بعتنا رسميا بطلب الانضمام للناتو، زيلانسكي يطالب أيضا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي يطالب بأنه يتم توقيع المزيد من العقوبات على روسيا نتيجة هذا الاستفتاء وهذا الضم، خطوط غاز يتم قطعها وتفجيرها، روسيا تعلن عدم مسؤوليتها عما حدث، احنا بنتكلم على خطين، احنا مستعدين للتحقيق، الامريكان يقولوا احنا ملناش دعوه، ده اكيد هم انتوا اللي عملتوا، يعني حدوته ما تقدرش او انا ما اقدرش اجزم اذا كانت هي كده بتكبر ولا انه القصه تنتهي. وهنا خليني دائما ألجأ للمتخصص، يعني أنا أحب دائما أن احنا نسمع آراء المتخصصين في هذه الأمور. معنا على تليفون دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشافسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير أستاذ يوسف، وأهلا وسهلا أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك، معلش هتلاقيني بطول عليك حبتين، بس في النهاية أنه ما يحدث فيما بين روسيا وأوكرانيا هو أصبح المؤثر الأكبر على الاقتصاد وعلى مجريات السياسة الدولية منذ فبراير أو نهايات فبراير الماضي وحتى هذه اللحظة. يمكن هبدأ الأول بنتائج هذا الضم سوف تؤدي إلى إيه يا دكتور عمرو؟ هي حتكون نتيجة واحدة، نتيجة هي الأهم، وهي اعتبار هذه المناطق المناطق الأهم اقتصاديا، الأهم جغرافيا، كانت في أوكرانيا الآن ستنضم إلى روسيا، يعني يوم الاثنين القادم سيتم التصديق على هذه المعاهدات من خلال مجلس الاتحاد، وبعد هذا التصديق ستكون هذه الأراضي بشكل رسمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وشعوب هذه المناطق سيكونون أيضا جزء لا يتجزأ من الشعب الروسي. الأمر الذي هنا نتكلم عن النتيجة، الأمر الذي سيجبر القيادة الروسية على التعامل ووضع رد فعل كافي للهجوم على الأراضي الروسية وعلى الشعب الروسي، وهذا الأمر هو أمر داخل الدستور الروسي بأن على القيادة الروسية حماية أراضي الاتحاد الروسي، حماية الشعب الروسي بكافة الوسائل الممكنة. وأمس يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر ذلك ولكن بشكل سريع لكي لا يتخذ منه كأنه تهديد باستخدام السلاح النووي، كما قيل في آخر أسبوعين أو آخر ثلاثة أسابيع بأن روسيا ستستخدم كل ما هو متاح وكل ما هو في يديها من أجل الدفاع عن أراضي هذه المناطق التي ستكون جزء من الاتحاد الروسي وشعب هذه المناطق. وأيضا أكد على أمر مهم، أن هذا الضم سيكون للأبد ولا يمكن التنازل عن شعوب هذه المنطقة أو سكان هذه المنطقة. هذه هي النتيجة الأهم من عملية الضم. ما بعد ذلك من بعد يوم الاثنين القادم ستكون
يعني منتظر أن يكون هناك استمرار للعمليات العسكرية الأوكرانية في هذه المناطق، الأمر الذي ستكون معه القيادة الروسية مجبرة على اتخاذ أمور من خلالها يمكن الدفاع بشكل كامل عن هذه الأراضي. كيف يمكن أن تستخدم ذلك أو بأي وسيلة؟ هذا الأمر هو الذي سنراه في القريب العاجل جدا، لأن يعني بسبب هذا أو بسبب الضم هذا سنكون أمام هذه النتيجة التي يريد من خلالها الرئيس الروسي والقيادة الروسية بشكل عام ألا يسمحوا باستمرار هذه الحرب لفترة طويلة، لأن استمرار الحرب لفترة طويلة هو أمر تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أو كما نسمونه هنا في داخل روسيا الأنجولا ساكسون، لأن الغرب هو بالنسبة لروسيا وبالنسبة للروس مقسم وعلى جزئين، الجزء الخطير منهم أو هو الأنجولا ساكسونيين البريطانيين والأمريكان، الرغبة التي لديهم بأن تستمر هذه الحرب وأن تطول لأطول فترة ممكنة من أجل استعادة أو إعادة سيناريو ما تم في الاتحاد السوفيتي عندما استمرت الحرب لأكثر من 8 سنوات، ومن بعدها كانت من أهم نتائج حل الاتحاد السوفيتي. بوتين والقيادة الروسية تحدثوا عن هذا الأمر بشكل مباشر وقالوا أن هذا السيناريو لن يعاد. كيف لهذا السيناريو لن يعاد؟ هو أن هذه الحرب لن يتم السماح لها بأن تستمر لفترة طويلة حتى لا تؤثر على الداخل الروسي بشكل أو بآخر. طيب في الحالة دي يعني زي ما أنا فهمت أصبحت هذه الأراضي وهذه الشعوب هي جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية أو الاتحاد الروسي، وبالتالي أي شبر يتعرض لأي شكل من أشكال الهجوم أصبح قضية ما هيش قضية أمن قومي ولكن حماية للتراب الروسي وحماية للشعب الروسي في هذه الحال، مظبوط؟ بالضبط، وهذا هو أهم نتيجة مرجوة من عملية الانضمام هذا. ده يستتبعه أو أقدر أفهم منه أنه لو حصل أي شكل من أشكال الاعتداء على أو محاولة الدخول أو القصف أو الضرب لهذه الأراضي في أي شبر منها تصبح روسيا في هذه الحال جاهزة لشحن آلتها العسكرية في درجاتها القصوى الكاملة أو شبه الكاملة، لأن ما تم خلال 7 شهور الماضية هذه ليست الآلة العسكرية الروسية الكاملة بشكل أو بآخر، هذه عملية عسكرية كانت عملية عسكرية خاصة، يعني بحد أقصى تم استخدام حوالي 100,000 فرد عسكري، وهذا العدد هو عدد قليل جدا في مسرح مثل المسرح الأوكراني. لم يتم استخدام كامل الأسلحة، هنا لا نتحدث عن أسلحة الدمار الشامل ولكن نتحدث عن الأسلحة الحديثة ومجموعة الصواريخ التي يعني إذا كانت روسيا متقدمة في شيء فهي فقط متقدمة في الصواريخ، يعني حتى لو كانت يعني إذا اعتبرنا أن روسيا متقدمة في شيء واحد فقط فهي 100% متقدمة في مجال الصواريخ واستخدام هذه الصواريخ وإيصال هذه الصواريخ إلى المواقع التي تريد إيصالها لها، وهذا الأمر روسيا يعني دولة حديثة جدا أو حديثة بشكل كبير في هذا الأمر، لذلك مسألة إعلان الحرب بشكل كامل هذا هو المنتظر بعد استمرار العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضي هذه المناطق الأربعة، لأن يعني للسادة المشاهدين يجب أن يعلموا أن حتى الآن أوكرانيا لم تعلن الحرب على روسيا ولا روسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا، كل ما تم خلال 7 أشهر الماضية كانت في سياق عملية عسكرية خاصة، والعلاقات حتى الاقتصادية مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، لذلك الغاز حتى الآن يستمر من خلال شبكة نقل الغاز الأوكرانية، حتى الآن الأمور الاقتصادية مستمرة. روسيا أيضا في قصفها خلال 7 أشهر الماضية لم تقصف السكك الحديدية بشكل كبير، لم تقصف الجسور على الأنهار، لم تقصف مواقع أو مراكز القرار الأوكراني، كل هذه الأمور يمكن أن تتغير بعد إعلان الحرب الرسمي، إذا ما أعلنت روسيا الحرب بشكل رسمي على أوكرانيا فسيكون لها الحق تماما في استخدام ما تراه من أسلحة من أجل الدفاع عن أراضي هذه المناطق أو غيرها. هناك من يقول أن أوكرانيا قصفت قبل ذلك مرات عديدة الأراضي الروسية نفسها مثل مناطق كورسك وبلغورد ومناطق أخرى، ولكن هنا نقول أن القصف وما تم
في هذه الحوادث كانت مرات فريدة، يعني مرات قليلة جدا، لم تتعدى مرتين ثلاثة في كل منطقة. يمكن أن كانت تصنف في مجال الأخطاء العسكرية والغير مقصودة، ولكن إذا ما تم استمرار هذه العمليات العسكرية فهذا سيكون إعلان حرب، حتى وإن كان غير رسمي من جانب أوكرانيا سيكون إعلان حرب رسمي من جانب روسيا، وهذا أمر منتظر بنسبة كبيرة جدا، لأن القيادة الروسية كما يعني ذكرنا وكما ذكر بوتين وكما ذكرت حضرتك في البداية في مقدمة هذه الفقرة أن بوتين قال سننتصر، وهذا أمر مهم جدا لكي القيادة الغربية تفهم هذه العقلية، سننتصر أي أن لا هناك مجال لأي هزيمة، لأن الهزيمة ستعني خروج شخص مثل فلاديمير بوتين من الباب الخلفي للتاريخ، ونظن جميعا أن فلاديمير بوتين لن يسمح بهذا الأمر، خصوصا وأن لديه القوة التي في يديها التي يمكن من خلالها تنفيذ ما يريده. هنا لا نتحدث عن رئيس لدولة في أي منطقة من مناطق العالم، ولكن نتحدث عن دولة عظمى، دولة كبرى، دولة عسكريا من أو نعتبرها ثاني أقوى دولة عسكرية في العالم، من أقوى تصنيعات الأسلحة النووية في العالم، فلذلك هو يمتلك الأدوات والوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ ما يريده. طيب هنا دكتور وانا يمكن بسأل يعني أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، هناك معضلة وصححني لو أنا غلطان، عمليا أصبحت هذه الأقاليم الأربعة جزء اللي يتجزأ من الأراضي السورية من الأراضي الروسية، احنا عاملين استفتاء أو الروس عملوا استفتاء حول هذا الموضوع، ولكن السؤال بقى هل العالم أو المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي الناتو الأمم المتحدة تصبح في هذه الحال معترفة بأنها أراضي روسية ومن ثم أي اعتداء عليها يساوي إعلان حرب، ولا هيحاولوا يتملصوا من ذلك ويقولوا لا هذه استفتاءات لا محل لها من الإعراب وبالتالي محاولات تحريرها باعتبارها مناطق تحت الاحتلال، مناطق أوكرانية تحت الاحتلال؟ دي المعضلة. هذه معضلة طبعا موجودة، معضلة حتى نراها بالعين المجردة، لأي لا نقول لأي باحث أو لأي متخصص، ولكن بعين أي فرد عالمي يرى كيف تعامل الغرب بشكل عام مع قضية مثل القضية الفلسطينية، مع قضية مثل القضية اليمنية السورية العراقية الليبية، وكيف يتعامل الغرب مع قضية مثل القضية الأوكرانية، كيف يتم وضع أعلام أوكرانيا في كل مباراة من مباريات الدور الأوروبي وما إلى ذلك، يعني هذا أمر كان لا يمكن استخدامه، لكان لا يمكن استخدام الأمور السياسية في المباريات وفي الرياضة وما إلى ذلك، ولكن رأينا الغرب يغير كل ما كان يريد أن يصبه لنا خلال عشرات السنوات الماضية. والآن المعضلة كما تحدثت حضرتك أستاذ يوسف أن أصبحنا الآن أمام قانونين، قانون الأقوياء، قانون الأقوياء، وهنا نضع بعض خط تحت هذه الكلمة، والقانون الدولي، القانون الدولي أو ما يسمى الآن بالأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في كل المجالات، هي الآن هناك قانونين يتم التعامل بهما. روسيا لا تتعامل من خلال هذا القانون، تريد تغيير هذا القانون وليست وحدها، ولكن معها الصين، مع الهند، ولعلنا نرى كل ما يضار في الفترة الأخيرة بأن يجب إنشاء منصات دولية جديدة أو تعديل جذري للمنظمات الدولية الموجودة حاليا، لأن كل هذه المنظمات الدولية هي تابعة للولايات المتحدة وتابعة لبريطانيا، ويجب تعديل هذا الأمر. ولذلك دولة مثل روسيا لن تنظر لعملية الاعتراف من عدمه. يعني هنا يجب أن نذكر الوزير الخارجية بلينكين، يعني عندما سألوه عن هذا الأمر، يعني موضوع الضم، طبعا رفض تماما موضوع الضم وهذا غير قانون وما إلى ذلك، وعندما سألوه نفس السؤال عن منطقة يعني مرتفعات الجولان قال هذا أمر آخر لا يمكن لنا نتحدث عنه، هي منطقة مهمة لإسرائيل مثلا. لذلك دولة مثل روسيا لا تنظر الآن لما يريد الغرب وكيف ينظر الغرب إليها، ولكن هي تنظر لنفسها، تنظر لقواتها، وتنظر في محاولة تحقيق العدالة، لأننا إذا نظرنا بشكل عادل وبشكل يعني فير، هذه منطقة
قامت باستفتاء واختارت بالفعل، وهذا الامر منصوص عليه في الماده الثانيه على طول من ميثاق الامم المتحده. دكتور عمرو، حتى لا اثقل ولا اطيل عليك، لكن سؤالي الاخير ويمكن هحتاج منك اجابه شويه مختصره وان كانت مركزه ومفيده كما يعني استمتعنا بحديث حضرتك في الدقائق الماضيه. تصرفات الغرب هتبقى عامله ازاي في هذا الاطار يعني؟ وخصوصا أن الإعلان يأتي من الساحة الحمراء، يقف زعماء المناطق الأربعة مع الرئيس الروسي، يعني الغرب هيعمل إيه؟ هل سوف يستسلم لهذا الموضوع ولا هيستمر في دعم أوكرانيا، ولا سوف تبقى أوكرانيا قضية معلقة مثلها مثل فلسطين في الشرق الأوسط؟ ستبقى أوكرانيا قضية معلقة، لأن أطراف هذه القضية دولة عظمى مثل الاتحاد الروسي بقوة عسكرية، وتقف من وراءها قوة اقتصادية مثل الصين، وقوة أيضا اقتصادية مثل الهند. لذلك ما يتم في الساحة الأوكرانية سيستمر دون أن تكون حرب بالمعنى المعروف، حتى إذا ما أراد الغرب أو إذا ما استطاع الغرب تغيير وجهة نظره، سنكون أمام بشكل أو بآخر مواجهة صعبة بين روسيا وبين الغرب، لأن استمرار الحرب بشكل طويل، حرب كحرب لمدى طويل، أمر لا تريده روسيا، يريد الغرب. لذلك يمكن من خلال ذلك أن تكون روسيا تقوم بضربة عسكرية مميتة للأراضي الأوكرانية، مفيش فيها هزار، حاسمة ومميتة للجانب الأوكراني، الأمر الذي سيقسم الغرب إلى اتجاهين، الاتجاه الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، وطبعا الجانب الآخر بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومعهم دول البلطيق. سنكون أمام انقسام للجانب الغربي، وليس وجود ككتلة واحدة كما كان. لذلك صحيح، الأمر الذي نحن أمامه هو استمرار هذه القضية ما دامت الحرب لا تصل إلى مراحل حاسمة أو مراحل قوية خلال العمليات العسكرية. صحيح، ممكن أن تستمر وأن تكون عالقة، إلا أن يمكن أن تكون روسيا تقرر إنهاء هذه الأزمة تماما باستخدام أسلحة حاسمة، و يعني تخلص هذه الأزمة من جذورها. صحيح، أنا بشكرك جدا دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوبتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. خدوا بالكم من الجملة، ستبقى قضية معلقة، ده كلام دكتور عمرو الديب. في ناس، أنا عارف إن مفيش حد بيتمنى الحرب، بس في ناس كده تشوف على السوشيال ميديا يقول لك إيه بوادر الحرب، في ناس عايزة تعيش اللحظة، يعني عايزين يعيشوا لحظة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ولحظة الحرب إنه يحصل حرب عالمية ثالثة. مبدئياً هو مش هتحصل حرب عالمية ثالثة، ده بس مبدئياً. أخيراً وليس آخراً، هو مين عايز حرب عالمية ثالثة؟ يعني ليه إحنا عايزين نعيش لحظات مش المفترض إن إحنا نعيشها أصلاً؟ أنتوا عارفين يعني إيه حرب عالمية ثالثة ولا لأ؟ حرب عالمية ثالثة في ظل التقدم التكنولوجي المذهل ما بين قوسين والمخيف في آلات الحرب أو في تكنولوجيا السلاح، ده معناها فناء هذا الكوكب. فبالراحة يعني أفلام الكرتون وأفلام مارفل حاجة، والواقع اللي لازم نعيشه ده حاجة تانية.